على انا راجل اللي لقيته مصاحب مع شي وحده عندها 14 ولا 16 ولا 20 عام. لا يا البنات، تخيلوا غلقى الراجل مصاحب مع مرت خاله اللي خدام عنده، يعني انا راجلي خدام عند خاله في الخدمه، ومصاحب لي مع مرته. الجميله ديالي، انا رجعت معكم في الجزء الثاني. عرفتكم تصدمتوا من هذا الشيء اللي سمعتوا، مازال ما سمعتوا والو، مازال غتسمعوا بزاف ديال الحاجات. اللي ما شاف الجزء الاول غنخلي لها الرابط في اول تعليق. بالنسبه للبنات اللي شافوا الجزء الاول، مرحبا بكم في الجزء الثاني، ما غنزيدش نطول عليكم ونكملوا الجزء الثاني ديالنا مباشره. قلب القلب واحد 10 سنين الا ما كانش اكثر، انا فاش شفت هذاك المنظر وليت كلي كانت رعد، والسيده واكله طعامها واكله طعامي، وليا في هذاك الشيء زاد انها راه كتقول له غير ولدي وكتقول لي انا بنتي. انا في الاول ما تيقتش، حتى كنشوف تصاورها عريانه عريانه البنات كيف ما خلقها سيد ربي مصيفطهم ليه، وهضره تحت من الصمطه. وش غنقول لكم، السيده كتعطي الفلوس شاريه بفلوسها، شاريه لانه هو كيف ما قلت لكم زين وداك الشيء. انا فاش شفت هذاك المنظر وليت كلي كنرجف، ومن غيرها هي كانوا عنده بزاف ديال العلاقات، بزاف ديال العلاقات. واللي انا صدمني هو ان دوك العلاقات تقريبا كاملين كانوا مع عيالات مزوجات، ماشي زعما مع عيالات اللي كلشي كلشي كيمشي عند المراه المزوجه. بديت كنقرا كنقرا كنقرا، في واحد الوقت كيبان لي انني ما نقدرش نكمل داكشي، بديت كنسكريني 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 كنسكريني، وكنصيفط للتليفون ديالي، كنصيفط كنصيفط كنصيفط. من موراها كنت سوبريميت كلشي، مشيت للبلاصه اللي كتسوبريمي فيها وكيبقاو واحد 30 يوم عاد كيتمسحوا، حتى هي سوبريميت منها، حتى التليفون هزيت التليفون ديالي، مشيت انا للصاله وبديت كنقرا. عرفتوا البنات، كنصدم كنلقاه كيدوي مع اصحابو كيقول لهم احقا محقا، المراه المزوجه كتكون نقيه وكتخاف على راسها، ماشي شي وحده اللي تلصق فيك، ماشي شي برهوشه. لقيتو كيهضر بواحد الطريقه اللي في شكل، وكيقول لهم لا حقا ما تيقش. وتما فهمت بزاف د الحوايج، عرفتوا علاش انا هي كنسد عليا، علاش كان دائما المشاكل، علاش كان كيطيح مني، حيت يمكن كان خايف انني نغدروا، ولا حيت هو كان مسخ فكان كيسحب له ان كلشي مسخ. انا الفكره ديال انني نغدروا ولا ديال انني ندير شي حاجه حرام ما كانتش عندي اصلا في البال، كنت مديها في صلاتي داخله سوق راسي، ما فهمتي ماشي شي وحده اللي مسخه، راه ما كدير داكشي غير المسخات. المهم يا هذيك البنات، انا فاش شفت داكشي قلبي تزير عليا، ما كرهتش، كنت نوتو ديك الليله وفرقعت الرمانه، ولكن كنت عارفه الا مشيت حتى هضرت غادي يخلي عشتي ويقول لي اش داك تقلب لي تليفوني وصدق مهرس لي سناني وصدق داير لي شي مصيبه كحله. قلت بلاتي بشويه غير بالمهر كيتكلخو النجاح. دازت ديك الليله يا البنات، الغد لي مع الصباح السيد مشى، انا ديت ولادي للمدرسه، جيت كملت واحد القفطان ما بقيتش ديت حتى شي حاجه من موراه، كملته في الخدمه ما عقلتش كيفاش درت لي سربك تمو، ما كملت يومين حطيته عند الخياط، قال لي يدي، قلت له راه راه ديامات ما مساليهاش جايين عندي الضياف حتى من بعد، قال لي لا وانا مزير، قلت له غير صبر عليا واحد السمانه وانا معاك. المهم مشيت للدار وليت كنحط ولادي، كنجي كنجلس وكنبدا نقرا 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 نقرا، وفي الليل وليت كنخليه حتى ينعس وكنهزلو التليفون ديالو، كنبدا نسكريني عاوتاني نسكريني، حتى هو ما عمره ما مسح شي حاجه، باقي عنده الادله تصاور ديال العيالات عريانات، عرفتي داكشي داكشي راه كثير 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 بزاف البنات. المهم من خلال هذيك الكونفرساسيون عرفت بزاف فيهم، عرفت كل وحده فين كانت فين كانت فين كتسكن، اكتشفت ان الراجل حشاكم كيمشي عندهم لديورهم، الدار ديال راجلها. مهم عرفت شي تفاصيل اللي اعتقد ما كنعرفهم قد ما كنزيد نحقد عليه، ماشي غير داكشي اللي دار فيا، كنقول هذا راه ما يستاهلش حتى يعيش. صافي هذيك حقدت عليه ديال بصح، وكنت نار ديال الانتقام عمرات لي عينيا. بديت كنفكر غير في الطريقه، كيفاش غادي ندير، منين غادي ندخل، كيفاش غادي نقدر انني ننتقم، كيفاش غنقدر انني نبرد في النار ديالي. ثم فكرت في حاجه وحده ماشي جوج، وهي انني ننتقم منه ونرد حقي منه. كنت عرفت ان التليفون ديالو هو اللي فيه كل شيء. المهم جلست وقديت الخطه مع راسي، وكنت خليته حتى لواحد النهار مشينا لدارهم، ثم عارفين كانوا حطيونا الغداء، ومن موراها كلشي تجبد، ومنهم هو نعس لاح التليفون، انا هزيت التليفون بشويه عليا، كنت طلعت نيشا للسطح، حيدت ديك لاكارت سيم ديالو، وكنت شديت التليفون ودرته في واحد الميكا، وكنت حطيته عندهم واحد البيت ديال السطح
فوق منه حاطين شي باجاج، شي بيكالات قدام، واحد الكاروسه عاقله على جد ما تعرفش عطيو الباجاج اللي كيكون. حطيته تحت من داك الباجاج، خبيت داك التليفون ونزلت كنجري. نزلت دخلت الكوزينه، صايبت المسمن مع عكوسي. وجدنا اتاي، نط السيد بشويه عليه، حطينا لي اتاي بدا كيقلب على التليفون، فين هو تليفوني فين هو تليفوني فين هو تليفوني. عرفتو الدار تقلبت فاعلة عليها. في الاول كان كيقول تليفون راه زو غير شي ولد صغير، وكنقلبوا عليه حيت كانوا خواتاتو كانوا خوتو. قال غير شي ولدهم هز لي التليفون، اما حتى ولادي كان ممنوع يهزوا التليفون ديال باهم. قال غير شي ولد هزو داروا تحت من شي ستاري. الدار تخملت، قلبنا الدار سفهال عليها، والو. الغبير الظاهر غتقولوا لي ما خفتيش؟ ما خفتش، حيت لو كاع يلقاو التليفون الفوق كانوا دراري كبار عندهم 17 18 عام، غادي يقولوا راه شي واحد فيهم بغى يشفرق، هادشي اللي غايقول. المهم قلبنا الدار، نقلبوا وطلع لي الساعه فين هو التليفون. بدا كيغوت شكون هاد الشفار، شكون اللي كيهز، شكون اللي ما كيهزش. المهم انا كنقلب من نيتي دا خارج داك السوق وبعيد عليه، انا ما غيشكش فيا حيت اصلا انا درويشه وداخل السوق راسي وحاد الراس، كيفاش غادي يشك فيا. المهم دوزنا هذيك الجلسه، بقينا نقول حتى شي 12 ديال الليل وحنا كنقلبوا ما لقيناش. من موراها مو قالت لي وليدي غير سير انا غنقلب لك عليه. كيقول لا شفروا ليا، كتقول له ما كاينش اللي شفروا. ضربنا اخواتاته واخواتاته كاملين بقى فيهم الحال، وخاصه واحد جوج خواتاته كانوا عندهم ولاد كبار. المهم هي هذيك خرجنا من تما مشينا لدارنا، سيد باغي بخدم انا هي كيغوت عليا ويعاير فيا، وانا فينا وقت لولا نعمرني قلبت تليفونك اولا قصو باش نحضيه. كيفاش غندير نحضيه؟ انا كنت كندير المسمن ما عارفاش ولا زيدو كنا في داركم، كيفاش التليفون غيمشي لك من وسط الدار. المهم السيد مرضاش، دوزنا ديك الليله الغد ليها البنات. السيد ناض مشى شرا واحد التليفون قالك باش يسلك بيه، وكيمشي لدارهم يقلبوا حتى فقدوا الامان. وقالوا شي واحد من الدراري شفر، يعني تشفر التليفون ما كاينش في الدار. المهم انايا دوزت هذيك السيمانه كامله ما كنتش خلات انه زعما قلت لها لقاه، وقلت لها لقاه غيقول هذا اللي شفرو وحطو تما حيت ما قدرش يخرجو. انا بعيده على الشبهات، بعيده. المهم هي هذيك دوزنا مده حتى النهار اللي غنمشيو لدارهم مره اخرى. انا النهار اللي كنت غنمشي دير حسابي في راسي، عندي ولدي كيقرا في المدرسه، والمدرسه دايره لهم داك اللباس الموحد، قميجه وتريك وسروال. انا هذيك القميجه بالعاني ما صبنتهاش نهار السبت، كنت حتى يجي في العشيه ويديني لدارهم عاد نقول لهم غنصبنها. صافي هي هذيك مشيت لدارهم، وصلنا جلسنا درنا كاسكروت تعشينا وكل شيء حيت السبت كيمشي بكري. تعشينا وهذا صافي التليفون بداو كينساو، عرفوا التليفون تهز هو ما حاملش راسو داك الشيء. ولكن صافي قال ما عنده ما يدير. انايا دوز السبت نهار الحد مع الصباح نط قلت لعكوسي راه غادي عندك شي صابون، قالت لي لا راه كلشي مصبن. قلت لها راه باغي نصبن القميجه ديال ولدي راه نسيت ما صبنتهاش، وغدا غيدخل بها وراها موسخه. صبنتها غير في لافابو وحدها، فركتها مزيان طلعتها للسطح، انشرتها نزلت في حالاتي. انزل طيبنا الغدا درنا كاسكروت، تبغى الراجل يخرج من الباب ديال الدار ونقول له ويلي ويلي نسيت القميجه، انا غنطلع نجري نجيبها من السطح، يعني هو قدام الباب كلشي صافي غيتسالموا معنا قدام الباب. طلعت البنات كنجري، نيشان مشيت للتليفون جبدته درته في الكالوط، هزيت القميجه وشدها في يدي ونازله كنجري. نزلت البنات طلعت معها في الطوموبيل نيشان، وصلنا للدار طلعت دخلت للطواليت هزيت هذاك الشيء من الكالوط. عندي انايا واحد السده في الطواليت كندير فيها السطوله وداك الشيء، لحتهم من مورا السطوله في واحد السطيله صغيره، لحتهم تما ودرت عليها الشبكه اللي كنغسل بها الطواليت، لحتها فوق منها باش لا قدر الله هو بغى يعوم ولا شي حاجه وجبد الاخر تبان له الشبكه. هذيك الليله دوزت في الرعب، واحد الخلعه اللي ما نقدرش نوصفها لكم حيت الا حصلت غنكون انا ما كاينش شي واحد اخر معايا في الدار. المهم دوزت الليله الغد اللي كيف مشى للخدمه، طرت على التليفون ديك الساعه كنت حليته، ما درتش فيه الرقم ديالو حيت كنت خايفه الا درت الرقم يطلع له انني زعما داخله. دخلت نيشان البلاصه ديال الواتساب باش نشوف زعما اشنو كاين تما، عرفتوا داكشي اللي لقيت مازال زاد ما نقولش لكم البنات، عرفتي شي هضره كيفاش دايره وشي كلام. المهم انا ما دويت ما تكلمت، طفيت التليفون
وكنت شديت واحد الحجره وهرست مزيان دقدقت واحد على التليفون ما كان عندي ما ندير به. وغتقولي علاش درتي هادشي كامل؟ انا نقول لكم غير بلاتيو دابا تعرفوا علاش درتو. المهم شديت داك التليفون ودقدقت 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 مزيان حتى خليت فيه حتى خليته ما فيه ما يتشاف. وشديته يا البنات ونزلته للطرو ديال الزبل ولحتو لاكارت حتى هي كنت قرتها 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 ولحتها في الطرو ديال الزبل. ومن بعد طلعت لداري وقلت هنا بدات حكايتي معاك. المهم البنات ما كملش حتى يومين مقاده فوت هذاك 2 و3 وكنت هزيت نمره جديده وحطيتها في داك التليفون الصغير اللي كنت اصلا دايراه باش كنهضر مع الخياطه. درتها في درت داك النمره في داك التليفون الصغير وصفت ميساج لكاع العيالات اللي كانوا معاه لكاع العيالات اللي لقيت انا النوامر ديالهم في الواتساب. صفت لهم ميساج وقلت لهم راه عارفه ومأكده انكم في خباركم فلان شفر ليه التليفون التليفون عندي ودابا غتشوفوا معايا الاخر. دابا غنوريكم خزو من حلاه غنخليكم تندموا على النهار اللي قدرتوا فيه على رجالاتكم. تخيلوا كيف صفت الميساج التليفون بداو كيوصلوا ليا فيه لي زابيل. كنت شديت النمره ديك الساعه وطفيتها درت النمره الاخرى اللي ديال الخدمه ديالي وكملت الراندة على قبلي على قلبي بشوية عليا. المهم يا هديك دوز داك النهار الغد ليها البنات شديت هذاك الرقم اللي جديد ودخلته في التليفون ديالي وكنت درت واتساب جديد ودخلت النوامر ديالهم كاملين وفي دقة واحدة كل واحدة صفت ليها تصوير تاع عريانة تصور اللي كانت كتصفت للراجل ولا الراجل ما كانش كيسوبريميهم. صفت ليهم تصويرة 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 وراجلي طبعا صفت له الالبوم كامل ومن موراها هرست النمره ديك الساعه. المهم خليتهم غيتقلعوا. تخيلوا الراجل في العشيه فجا داخل وكيهرس عليا في البيبان. انا كنقول له مالك ياك لاباس ناضو سلخني ديال بصح سلخني ماشي حيت شاك فيا سلخني حيت كان باغي في من يخوي داك السم ديالو حيت كان عارف ان شي واحد شفر ليه التليفون وبحكم انه هو كان داير زاد في الشيما قال انه طاع عليها ودخل لقى المساجات وانا هذا هو المراد ديالي. كنت بغيت نبعد الشبهه عليا حيت كون مثلا صفت له المساجات بلا ما يتشفر ليه التليفون غيشك فيا حتى انا اللي جالسه معاه في الدار وغايقول له ربما هي اللي جابت جابت التصاور وداك الشيء. المهم انا فاش شفرت التليفون ولا كيفكر في العائله اما انا بعيده كل البعد على هذا الشيء. المهم يا هذيك البنات كنشوف الراجل كيتقلق قدامي وانا هكا كنت بغيت نشوفه. دوزت تقريبا واحد 3 ايام وشريت نمره واحده اخرى دخلتها للتليفون ديالي ودرت واتساب جديد وعاوتاني دخلت عندهم كاملين كاع النوامر اللي كانوا عندي وصفت لهم تصاور وحدين اخرين وصفت لهم ميساج مكتوب الالبومات ديالكم عندي الكونفرساسيون عندي كل شيء عندي واليوم غتوديو الا ما نربيكم راني ما نسمعش نوريكم كيفاش تغدروا رجالاتكم مع خانز ديال الخلاف بحال هذا. ولا كان كيسحب ليكم انك انتي بوحدك اللي مصاحب معاك راه مصاحب مع عرام وكل وحده كنصيفط ليها شي كونفرساسيوات ديال الاخرى وكنصيفط ليها التصويره غير كنحيد الوجه كنضرقو. المهم يا هذيك خلوت ليه الدعوه ديال بصح جبت ليه الصداعات البنات عرفتوا السيد حالته ولات حاله وهو طبعا كنصيفط ليه لي كونفرساسيون كنصيفط ليه التصاور ديالو هو اللي كان كيصيفط ليهم كان كيدخل حاشاكم للحمام وكيصور راسو عريان وكيصيفط ليهم كاع داكشي كنصيفطو ليه كنصيفطو ليه كنصيفط ليه الوقت اللي كيكون معاهم في الدار وكيتصور معاهم. عرفتوا راه شي حوايج في داك التليفون راه ما نقدرش نوصف ليكم كميه ديال داكشي اللي لقيت فيه. المهم كنصيفط داكشي كامل عاوتاني كنخرج كنسوبريمي كلشي. داكشي كنت انا حاطاه في واحد الكلي ماشي كلي في واحد كارت ميموار كارت ميموار صغيره كان غير كنسالي كندير كارت ميموار طق كنحيدها كندير كارت ميموار العاديه اللي في تليفوني اللي ما فيها حتى شي حاجه. صافي هذيك عرفتي بقيت معاهم هكا تقريبا المده ديال شهر كل مره كندخل عنده بنمره جديده وكل مره كنصيفط لكل وحده فيهم كونفرساسيون ولا تصويره ولا شي حاجه وهو لعبت لي في اعصابه. هذاك الشهر دوزوا عليا انا جاحين في الدار المشاكل المشاكل وانا صابره صابره وكنقول معليش خلي انا بغيتو يتربى انا بغيتو يحس بالخلعه بغيت ندمو على النهار اللي تزاد فيه. المهم هي هذيك البنات بقيت جره هكاك لدرجه ان هذوك العيالات ولاو كيقولوا لي اشنو بغيتي اللي بغيتيها نديروها معاك حنا ما عندناش غرام ديال المشكل نعطيو فلوس غير ما تفضحيناش ولو هما كيطلبوني على الفلوس. انا كنقول لهم لا لا انا ما بغيت لا فلوس لا حتى شي حاجه انا بغيت غير نعذبكم انا بغيت غير ننتقم منكم حيت نتوما كتغدروا رجالاتكم. المهم بقينا جارين جارين حتى طيبتهم مزيان وكنت عارفه اللي طلبته غادي يمدوه ليا
هذيك الساعه كنت تواصلت معهم في خطره واحده وقلت لهم باغا قده وقده ديال الفلوس. كل واحده قلت لها الفلوس على حسب الاستطاعه ديالها من خلال الكونفرساسيون اللي كان كيهضر معاها. وانا كان عندي مشكل واحد وهو شكون اللي غيعطيني لا كارت ناسيونال ديالو باش يصيفطوا ليا فيهم الفلوس، حيت ما نقدرش نخدم بلا كارت ناسيونال ديالي. وبالنسبه لانهم يديكلارو بيا انا كنت عارفه حتى واحد فيهم ما غيقدر يديكلاري، حيت شكون اللي غيقدر يديكلاري ويخرب حياته وزواجه وبزاف ديال الحاجات. المهم هي هذيك البنات لحقت لهم الطعم، قلت خليهم بعدا وجدوا الفلوس. كل وحده قلت لهم قلت لها مبلغ مالي، وانا يا رجعت لتساع ما كنهضر ما كنتكلم. المهم يا هذيك بقيت هكاك تقريبا لمده ديال 20 يوم، لا هضره لا كلام، ما كندوي معاهم ما كنتكلم، وانا كنقلب على اللي يعطيني لاكارت. نقلب 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 حتى طحت في صاحب دعوتي واحد الولد درويش كان خدام مع واحد الخياط كنت كنتعامل معاه. هاد الولد كان الله يعفو علينا وعلى الجميع كان مبلي، كيدير هكا الحشيش كيكمي وداكشي، ودائما في ما كنمشي عند داك الخياط كنلقاه مضارب معاه كيقول له صبق ليا احقا باغي نكمي احقا، هادي دائما نضارب معاه على ود الصباق. المهم طاح في بالي ما كنتش عارفه واش غايقول اه ولا لا. مشيت عندو البنات وقلت له بغيت نهضر معاك، قال لي نعم. قلت له شوف انا راه عندي واحد شي فلوس عند شي ناس، ولا لاكارت ديالي تقادات وانا يعني خصني نمشي للبلاد وظروفي الله يحسن العوان مع الله يحسن العوان. قلت لي وراجلي الا مشى حتى قلتها لي راك انت عارف الا قلتها لي انا ما غيعطيني منهم الدرهم، وانا هاد الفلوس كنسالهم لهاد الناس ما هاد الناس. قلت له راه عافاك بغيت لاكارت ناسيونال ديالك وراه بحلاوتك. قلت له والله يا خويا حتى ندور معاك. المهم السيد كيف سمع ديك الهضره قال لي واخا ما عنديش المشكل صافي، هذيك ما خاف ما والو، حيت اصلا ما عنده علاش يخاف، انا راه خدامه معاه ديما كنجي ناخد السلعه وداكشي، يعني ما بالنسبه لي عادي. صافي فاش خديت النمره لا كارت ناسيونال كنت دويت مع هذوك العيالات، قلت لهم دخلت عندهم الواتساب عاوتاني. دائما فما كندخل كنصيفط صويره، صيفطت صويره قلت لهم السلام ها هي السميه والكنيه اللي غتصيفطوا لي فيها الامانه من هنا لغدا. اللي صيفطات اللي صيفطات الفلوس غنسوبريمي الالبوم اللي عندي، ولا مشات حتى لعبات معايا غادي نهز داك الالبوم ديال التصاور ديالها وغادي نشوهها في الانترنت. وطبعا ما كاينش شي مره عندها العقل تقول ليها هاد الهضره وما غتخافش على راسها. تخيلوا البنات صيفط لهم الميساج فحال اليوم الغد لي مع الصباح، حليت نفس النمره وقلت لهم صيفطوا لي الكود، ما كاينش شي وحده فيهم اللي ما صيفطاتش ليا. كاملين صيفطوا لي الفلوس. المبلغ اللي طلبت منهم كان مبلغ كبير، وخاصه من هذيك مرت خالو، مبلغ اللي كان مهم جدا. هو راني ما نسيتوش، مشيت عنده حتى هو وصيفط له ميساج وقلت له شوف غتصيفط لي الفلوس في هاد النمره، وعطيته واحد المبلغ اللي كان كبير وقلت له دبر عليه ولا انتحر فيه، المهم انا صيفطو ليا. وسمعني غنقول لك جوج كلمات، كنحلف لك فمي بالله وتمشي دير معايا هكا ولا هكا الهضره كامله غتوصل لفلان السيد اللي خدام معاه واللي كيهضروا مع مرته واللي من العائله. عرفتي هو ديك الساعه تظنك هو صافي مأكد انني انا كنعرفو، يعني داك الشخص اللي دات التليفون راه كيعرفو مزيان. المهم قلت له غدا تصيفط لي الفلوس. صافي هي هذيك البنات ما جا في الغد ليه والصباح حتى كلهم صيفطوا لي الكودات، يعني كلهم صيفطوا الفلوس. انا الغد ليه ما درت حتى شي حاجه، جلست في حالاتي قيت بعد دوك النوامر كاملين، جلست في حالاتي وتمارت البنات حتى دازت تقريبا واحد الربع ايام، حتى صافي كنت قلت ان راه السيد راه فهمتي ما غيعيقش بيا. نط واحد النهار مشيت لديت ولادي للمدرسه غادي وكنضرب في جنابي ما بان لي حتى شي واحد عند سلة القصريه. مشيت نيشان عند داك السيد وقلت له يلا معايا الوفاكاش، مشيت الوفاكاش خرجت الفلوس ماشي كلهم لان ما كانش عندهم الرصيد، خرجت واحد الجزء منهم وبقينا كندورو على الوفاكاش. مهم درنا حتى هزيت الفلوس كاملين، سيد دورت معاه بواحد المبلغ اللي كان كبير، قال لي ديالاش هاد الفلوس؟ قلت له احقا محقا راه شي وارث، راه تنازلت العائله على الحق ديالي في الاراضي وراه ما خلصوني. مهم سيد بقى غير كيشوف ما فاهم حتى شي حاجه. عطيته واحد البركه مهمه وكنت رجعت في حالاتي، هزيت دوك الفلوس كاملين دخلتهم للبوسطه وجيت للدار كانه ما واقع حتى شي حاجه. دخلت وجدت كسكروت وليداتي، دازت هذيك النهار تقريبا دازت يومين، صيفطت للعيالات وقلت لهم ما تقلبوا عليا ما نقلب عليكم، انا ولد الناس ونسدوا الموضوع هنا كان شيئا لم يكن، كل وحده تعيش حياتها وتدخل سوق راسها واعطوني الثقار. وانا كنقسم لكم فمي بالله وشي وحده فيكم تقلب عليا يحتل حبس نيشان الا ما ندخلها بالتهمه ديال الخيانه الزوجيه راني ما نتسماش.
هما بحكم انهم عيالات كانوا خايفين على راسهم بزاف، يعني فاش انا قلت لهم هاد الهضره صافي سدوا الموضوع ديك الساعه. انا من موراها كنت قلبت الراجل، بديت كنرد ليه البال على الموت باس اللي دار التليفون ديالو، فعلا كنت عرفته وقلت كنخليه حتى كينعس، وانا راجلي شخار يعني كيف كينعس كنعرفو راس، حيت عنده واحد الشخره ميريكان كتصيغ ليها الاخبار. المهم كنخليه حتى كينعس، كنهز التليفون كنبقشو كنقلبو. اكثر ديال دوك العيالات ما كانوش كيهضروا معاه الا مرت عمو، مرت خالو، مرت خالو اللي كانت كتهضر معاه. في واحد الوقت كانت كتقول، هو كان كيقولها انا راه بغيت نعرف، كتقول ما بغيناش نعرفه غيجبد لينا صداع، انا راه زعما من العائله هذا، حيت هي كانت عارفه انا من العائله. التليفون تهز من الدار، كتقول لي لا صافي عطيني الثقار هذه. المهم الروينه، وانا عرفت ان داكشي اللي بغيت نوصل ليه وصلت ليه الحمد لله. من موراها البنات دازت مده، انا يا مره كنهز التليفون كنقول، هما تقريبا العيالات الصراحه كلهم كانوا دخلوا سوق راسهم، حتى وحده من هذوك الرباعه ما بقات كتهضر معاه. السيد بقى كيهضر غير مع هذاك مرت خالو، هي اللي كيهضر معاها ما بغاش تفارق عليه. المهم دات سموده وانا مغمضه عينيا مغمضه عينيا مغمضه عينيا، وسيد ما بقاش يمرق. السيد عاد مزيد في الهبال، كنقول له غيتهد غادي يحضر الراس، غيعرف غير مرتو ولادو والو. المهم دوزت لي تقريبا شي عامين وزياده فاش ما بقاوش يحشموا البنات. فواحد النهار من خلال الكونفرساسيون اللي كنت قلبت عرفتهم انهم غيتلاقاو، هما كانوا كيتلاقاو عندهم في دارو، يعني راجلي كان كيمشي على اساس انهم سخار ولا شي حاجه وكيقضي الغراض وكيخرج من الدار، يعني بالفوريا الشيفور وقدام كلشي، وهي كتقول لهم فحال ولدي ما كاين لا ولدي لا توزه. في واحد النهار كان طلع ليا بزاف منه، كان ضربني واحد الضرب ديال الموت، وما كذبش عليكم بغيت عاوتاني ننتقم منه، وبغيت ننتقم حتى ديك من ديك مرت خالو اللي ما بغاش تحشم. نط البنات شريت نمره جديده، صيفطت ميساج لراجلها قلت له السلام عليكم، قلت له انا غير بغيت ندير فيك اجر حيت بنتي ليا عندك الودنين ديال الحمار، انا خويا راه ساكن قدامكم وكنشوف هذاك ولد اختك اللي كتعتبرو فحال ولدك ديما جاي عندك للدار وكيكون مع مرتك، ولا بغيتي تتاكد الوقت اللي تصيفطو الا كنتي انت اللي كتصيفطو تبعو، ويلا ما شتيش هو ومرتك تفعل عليا. المهم وكنت هرست النمره ديك الساعه صافي، وضربت الطم وسكت كان شيئا لم يكن، ودازت تقريبا 3 ايام بالحساب حتى النهار اللي غدير بوم في العائله، بوم البنات وكلشي غيصيغ الاخبار ان فلان حصل فلان مع مرتو. هو ما كانش باغي يدخل البوليس بحكم ان ديك السيده كانوا عندها ولاد كبار، فكان هو طلقها وجرى عليها من الدار، وراجلي كجري عليا من الخدمه وكندي ليه جميع الامتيازات الطوموبيل الفلوس، كنخدع عليهم صورهم قال لهم عليا باليمين وديروا هكا ولا هكا حتى ندخلكم الحبيب بيس. والشوه الشوه 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 ما كاينش اللي دوى على الموضوع، انا كنت نبطها مع راجلي وكانت هذيك الانتفاضه ديالي، كنت قلت له انا صابره ولكن باش تمشي للمراه كبيره هذه اللي ما عمرها ما تكون، انا تيطلع لي الدم وبغيت نطلق. قلت له انا ما بقيتش راضيه، ولا كيطلب وكيزوق فيا وكيقول لي غير جلسي غير جلسي غنتبدل ما غير غنتبدل. قلت له انا صافي طلع لي الدم من هذا الشيء. المهم درت له دور الضحيه وانني ما راضياش وما عجبنيش الحال، ومن موراها قلت لي غندخل النادي، انا هادشي اثر عليا. وفعلا كنت دخلت النادي ما كامل الشهر، قلت له تعلمت وتما وليت كندير الراندا قدامه. السيد كان كيقلب على الخدمه ما لقاش، انا كنت كندير هذيك الراندا، داكشي اللي كنت كنجيب كنت كنصرف منه شويه للدار شويه بشويه. السيد ولا كيقول لي نص كلمه كنقول له 14، كيبغي نوضى معايا صباط كنوضى معاه صباط حتى النهار اللي غير مد عليا يديه. اول مره من مورا داكشي مد عليا يديه، هزيت راسي خرجت نيشان ديك الساعه عند البوليس، قلت لهم الراجل ضربني في واحد الحاله ما نقدرش نوصفها لكم كيفاش دايره. قالوا لي سيري ديك شهاده طبيه، مشيت درت شهاده طبيه جبتها ليهم، جاو قرقبوا عليه قرقبوا عليه داو السيد كبوس لي قاع رجليا كيقول لي سمحي ليا، كنقول له انا ما نسمحش ليك انا بارك داكشي اللي دوزتي عليا انا عييت ومليت. المهم جات واحد اختو هي اللي ما كانتش مقاطعه، تما العائله كامله كانت مقاطعه مساخطه عليه با ما حاملوش، قالوا لي شوهتينا درتينا فضيحه. المهم جات هذيك اختو هي اللي قالت لي على الشيطان من على الشيطان، قلت له على الشيطان ولكن دير لي التزام ما عمره ما يقرب ليا ولا يهديني. صافي هذيك دار لي التزام جا للدار غير كيهضر معايا، كنقول له شوف عجبك الحال مرحبا ما عجبكش الحال تفارقوا، انا شوهتيني وشوهتي لي ولادي وطيحتي لي السمعه ديالي وعلم الله شنو كدير دابا، واش عباد الله ما لقيتي غير المراه المزوجه. المهم بدلنا هذيك البلاصه اللي عايشين فيها ومشينا لبلاصه واحده اخرى حيت كلشي ساقينا الاخبار. السيد ولا كيقلب على الخدمه كتقول لي الاخبار كيجريو عليه، ما لقاش شي خدمه اللي مزيانه لانه ما عندوش شي دبلوم مزيان. انا تما وليت انا اللي كندير هذيك الراندا، انا اللي هزه وليداتي هز راسي، هو كيجي يهضر معايا كنقول له كنقي ليه ودنيه. وليت البنات
كاع داكشي اللي دار فيا رديتو ليه. وليت انا كنقص منه وكنقص من رجولته. كيقول لي شي كلمه كنقول له انا نقى من 10 في حالك، انا نقى من دوك الخنزات، شي نكون كيف ما بغيت نكون، على الاقل راني ثابته في داري ما كنديرش شي حاجه اللي غلط. المهم السيد اليوم باقي عايشه معاه، ما نكتبش عليكم ما كنفكرش نكمل معاه، كنقول غير وليداتي كبروا يوقفوا على رجليهم غادي نتفارق انا وياه. وليت كنكره البنات. بالنسبه لهذوك الفلوس اللي كانوا عندي في البنكه، كنت قلبت عند السماسرية ولقيت واحد البارتما وكنت شريتها، واليوم كاريها وفلوس الكرا كيمشيو نيشان عاوتاني للبوسطه كنخبي فيهم، وهذيك الدار راه غتبقى ليا. كنقول الا شي نهار تفارقت مع هذا الراجل نمشي لهذيك الدار نسكن انا وليداتي، وانا كندير راندا حاليا كنتعلم بزاف ديال الحريفات، كنقول ينفعوني شي نهار الا تحزيت عليهم ولا وقفت عليهم. الراجل ما بقيتش مسوق عليه، ما بقيتش كنخليه انه يرفض يفرض عليا داك الضغط ديالو ولا كيقول شي كلمات، كنقول له غير سكت انا صابره عليك. داكشي اللي كان كيدير لي وليت انا اللي كنديرو ليه. اليوم جيت نعاود لكم قصتي باش نعرف هادشي اللي درت واش هو هذاك ولا لا، وفي نفس الوقت بغيتكم تنصحوني الا كنت غلطه في شي حاجه نصححها. الغزالات ديالي هنا سالات القصه ديالنا. قبل ما نختم معكم بغيت نوريكم واحد السكرين ومنها تعرفوا الطريقه باش كنختم. بزاف البنات كيقولوا لي شهرزاد واش ما كتخافيش شي وحده تعرف، اولا فاش كتعاود شي وحده القصه كيقول لها انا ري غيعيقوا بيك، ان البنات ماشي هبيله. وفي اغلبيه القصص نقدر نقول لكم 90% القصه لو تسمع مولاتها، وانا غنخلي لكم غير واحد الكونفرساسيون ديال واحد القصه يلاه دازت معنا نفس السيده شنو صيفطات ليا. كتسمع مولاتها كتقول لي شهرزاد هذه هي القصه ديالي، هي كتولي تالفه. كنخدمها بواحد الطريقه كنخلي الجوهر ديال القصه القوالب كلشي، ولكن كنزيد فيها شي تفاصيل وشي تخربيقات اللي كتودرك كتودرك كتودرك، كنزيد فيها واحد الحدث كيقدر انه هو ما غياثرش على القصه، ولكن بالنسبه لهذاك اللي غيتصنط يقدر يودرو، غيقدر يقول هذه راه فلانه ويقول لا ويلي ويلي على فلانه ماشي فلانه راه واقع. شفتوا كيفاش كان دائما كنخدم، وهذا الشيء هو اللي كيخليني من بعض المرات نتعطل عليكم. لان القصص كنخدمهم بواحد الحب من غير انني كنصنط وكنعطي الوقت وكنسجل بواحد الحب وكل شيء، ولكن حتى ديك الخدمه على القصه كيفاش السيناريو كيفاش كنقدر انني نقاد الاحداث كيفاش بزاف ديال الحويجات. هذا غير واحد توضيح بسيط بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي مثلا احقا عندك صاحبه القصه تعرف احقا هادي احقا هادي، كلهم اكدين ان كنديروا المستحيل باش اصحاب القصص ما يوقع لهم حتى شي حاجه وما يتعرفوش من الاساس. الغزالات ديالي هنا سالت القصه ديالنا. ما تنساوش تخليو الاراء والتعليق ديالكم صاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.